رسميا ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 2023. لكن لحظة، هل فعلا ميسي يستحق الجائزة؟ اليوم حأقول لماذا استحق ميسي هذه الجائزة، أو بالأحرى لماذا هو الأحق فيها من هالاند. لكن قبل ما نقول أي شيء، ما تنسى صديقي اللايك والاشتراك في القناة، وكثروا من دعواتكم لإخواننا في القدس. أولا لازم تعرف صديقي الفرق بين يستحق والأحق. يستحق ممكن تنطبق على أكثر من شخص، ولكن الأحق تخص الشخص الذي يجب أن يفوز بالجائزة. يعني مثلا في عام 2021 ممكن أقول أن ميسي يستحق الجائزة، وفي نفس الوقت ليفاندوفسكي يستحق الجائزة، ولكن الأحق فيها هو ميسي أو ليفاندوفسكي. هالاند سجل 52 هدف في الموسم، وبموسم تاريخي حقق فيه كل الألقاب، يستحق أن يكون صاحب البالوندور. وفي نفس الوقت ميسي بكأس عالم عظيم وبأرقام جيدة كانت مع باريس، يستحق أن يتوج بالبالوندور. ولكن من هو الأحق؟ أولا لازم نعرف أن كأس العالم يدخل بشكل قوي جدا في هذه الجائزة، مثل ما حصل مع رونالدو الظاهرة في 2002، كنافارو في 2006، ولوكا مودريتش في 2018. ولكن كأس العالم ليس وحده يكفي لكي تفوز بالبالوندور، فيشترط أنك تكون النجم الأول في فريقك، ولهذا السبب لم يأخذها إنيستا في 2010 أو نوير في 2014. ميسي في كأس العالم الماضي عمل أفضل أداء فردي في تاريخ بطولة في كأس العالم من وجهة نظري الشخصية، ولولا وجوده لخرجت الأرجنتين من الدور الأول. وبالتالي بناء على كأس العالم فقط فميسي يستحق الجائزة. ولمن يسأل هل 7 مباريات فقط كافية لكي تحسب سباق الكرة الذهبية، أحب أقول أن رونالدو الظاهرة في 2002 شارك في كأس العالم فقط بعد إصابة طويلة تعرض لها، تكلمت عنها في فيديو شورت، ولكن بسبب تألقه في كأس العالم أخذ الكرة الذهبية. أحد المعايير التي وضعتها الفرنس فوتبول للكرة الذهبية هذا الموسم هو عامل الحسم. أنا أعتقد شخصيا أن لو ظهر هالاند في نصف النهائي والنهائي من دور الأبطال هذه السنة بشكل جيد، كان ممكن تكون فرصته كبيرة في الفوز بالبالوندور. ولكن غاب هالاند تقريبا في كل النهائيات مع السيتي، بدءا من الدرع الخيرية أمام ليفربول، وختاما بنهائي الأبطال أمام الإنتر. في المقابل شفنا شخصية وحسم وروعة ميسي في كأس العالم، وكيف أنه كان قائد بمعنى الكلمة، وكيف حمل المنتخب فعليا فوق اكتافه ليأخذ كأس العالم. فعامل الحسم يصب في مصلحة ميسي بكل تأكيد. غير كأس العالم، ميسي قدم موسم جيد كما ذكرنا مع البي اس جي، كان هو الممول الأول للكرات في صناعة الفرص. نعم هو ليس ميسي الذي ننتظره، ولكنه قدم موسم جيد من حيث الأرقام. وفي المقابل أعتقد ما يحتاج نتكلم عن أرقام هالاند. هالاند حرفيا خرب الدنيا في الدوري الإنجليزي من حيث الأرقام، إضافة إلى أنه هداف الأبطال، وكان هو العملة الفارقة الذي جلبت الأبطال لغوارديولا. في الأخير أحب أقول للناس التي تقول عن ميسي أنه حرامي وسارق من هذا الكلام، نحن هنا نتكلم عن لاعب بسن 36 سنة، يعني على آخر مسيرته. هو أوريدي خرج من أوروبا وذهب لأمريكا، وخلاص كل سنة سنتين ويعتزل. نفس الكلام بالنسبة لكارهي رونالدو، وأقول في النهاية استمتعوا بهم قبل أن يعتزلوا، لأنكم بعد عدة سنين إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى ستذكرون هذه الأيام وستقولون بكل فخر لقد حضرنا حقبة ميسي ورونالدو.